جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة تصحبكم فيها غفران العكرمي ونبدأها بالعناوين. تونس تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة وسط مخاوف مهنية القطاع، ونقابة الصحفيين تحذر من تواتر التجاوزات ومحاولات إعادة السيطرة على الإعلام. عمال مصنع الفولاذ بمدينة منزل بورقيبة يمنعون وزير التجارة والصناعة من دخول المصنع احتجاجاً على إقرار القانون المتعلق بتصدير فضلات الحديد إلى الخارج. الجزائر تعيش الصمت الانتخابي لاختيار أعضاء البرلمان، والحكومة تطلق حملة للتشجيع على التصويت خوفاً من العزوف عن الانتخابات. مساء الخير وأهلا بكم. انفجر اليوم أو مساء اليوم لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة من ولاية القصرين على آلية عسكرية أثناء قيام وحدات من الجيش الوطني بعمليات تمشيط بالمنطقة، وأسفر الانفجار عن إصابة عسكري على مستوى الساق، تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة. تحيي تونس اليوم العالمي لحرية الصحافة وسط مشهد إعلامي تغلب عليه محاولة تضييق على حرية الإعلام وتردي وضعية عديد الصحفيين حسب منظمات وهياكل صحفية. وعرضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي بشأن حرية الإعلام في تونس، واتهمت الحكومة بمحاولة السيطرة على المشهد الإعلامي. لئن حققت تونس في السنوات الست الأخيرة مكاسب هامة في مجال حرية التعبير والصحافة، إلا أن هذا القطاع الذي يمثل السلطة الرابعة شهد هذه السنة بعض التراجعات والمخاطر على غرار ما يعرف بالمنشور عدد 4 وتعطل تنفيذ قانون النفاذ إلى المعلومة وإعداد مشروع قانون حكومي سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي والبصري، وهما اعتبرته نقابة الصحفيين مؤشرا سلبيا على عدم تقيد الحكومات بالتزاماتها في توفير ضمانات الحق في المعلومة. عدد القوانين اليوم الحكومة عملت قانون مرسوم 116 في بيروتها مسكرة، ويعملوا استشارات مع أطراف يعني لا علاقة لها بالإعلام، ويعملوا استشارات يعني فقط سورية، والهدف من هذا الكل هو الحد من يعني بالنسبة لهم لازم تكسير الهيكل. رغم سنوات من المجهودات الكبرى والتداول حول مدونة سلوك لعمل الأمنيين مع الصحفيين في الميدان، إلا أن مؤشرات الاعتداءات خلال السنة الفارطة تشير إلى حفاظ الأمنيين على صدارة ترتيب المعتدين على الصحفيين. الاعتداءات كان هو شهر مارس الماضي اللي انطلق فيه عمل وحدة الرصد اللي سجلت فيه 20 اعتداء ضد الصحفيين. ومن أبرز التهديدات أيضاً التي قد تشكل مدخلاً للتحكم في حرية الصحافة وضرب حرية التعبير بقاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة لفئة واسعة من أصحاب المهنة على حالها. مقلق جدا، وخاصة أن الحريات يعني في تونس اليوم لا نستطيع أن نقول أننا نعيش في وضع معناها حرية إعلام حقيقية، لأن هناك يعني كثير من القوى المتداخلة يعني تريد أن تسيطر على الإعلام في تونس. هذا ونال تونس شرف احتضان المؤتمر القادم للاتحاد الدولي للصحفيين في 2019 بعد منافسة مع روسيا، وهما سيجعل تونس خلال السنتين القادمتين أمام اختبار النقابات والمنظمات الصحفية الدولية حول منسوب الحرية فيها. وللحديث أكثر بخصوص هذا الشأن يحضر معنا في الأستوديو رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري. مساء الخير وأهلا بك سيد ناجي. بداية، اليوم العالمي لحرية الصحافة يعني يوم يأتي وسط مخاوف ربما من التضييق على عمل الصحفيين على المستوى الجسدي وأيضا المعنوي، كيف ترون واقع حرية التعبير في تونس اليوم؟ ما في شك أنه اليوم التقرير اللي قدمته نقابة الصحفيين فيه كثير من الأحصائيات وفي كثير من الدلائل اللي تؤكد أن حرية الصحافة مهددة. نعم. اليوم يعني الأرقام التي قدمها التقرير أنه 180 حالة طرد عسفي،
فيها 480 حالة إبلاغ عن عدم تلقي أجور في وقتها، أحيان بعض الحالات تصل إلى 16، وهذا بالنسبة لنا حالة غير لا يمكن التسامح معها. هذا مناخ من التفكير، مناخ غير ملائم لصحافة جيدة جودة. لا يمكن الحديث عن حرية صحافة، لا يمكن الحديث عن إعلام أصلا في حالة تردي مثل ما هو الواقع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنه حينما يرتفع منسوب الاعتداءات على الصحفيين، نحن خلال السنة الماضية سجلنا مئات الحالات الاعتداء على الصحفيين، في شهر مارس واحد وصلت 41 حالة، وأحيانا اعتداءات مجانية في الملاعب الرياضية، في أثناء التظاهرات، في غيرها من الحالات. اليوم أيضا وصل هناك يعني تتبع للصحفيين ومحاولة التدخل في حالات التصوير والتأكد من يعني مضمون التسجيل أو غيره، وهذه بالنسبة لنا أمر يعني في غاية الخطورة. هناك رجوع لعقلية الهيمنة وعقلية التضييق على حرية الصحافة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن الآن بصدد مراجعة القوانين المنظمة والتشريعات المنظمة لحرية الصحافة. أساس المرسومين 115-116 واللي بيصدروا في شكل قوانين أساسية. احنا طلعنا على يعني المشروع المقدم من وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئة الدستورية، يعني مشروع القانون مخيف جدا. هناك توجه للهيمنة على صلاحيات الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري. هنا هي في حد ذاتها يعني الهيكا يعني حذرت من عدة مؤشرات تنظر بتراجع هامش حرية التعبير والإعلام في تونس. ما في شك، لأنه هذا يعني وفق مسألتين. المسألة الأولى يعني تبين من خلال عملية الرصد التي تقوم والرصد المستمر لأداء وسائل الإعلام أنه ليس هناك توازن في مواجهة بعض القضايا. مثلا أعطيك مسألة قانون المصالحة على سبيل المثال. لو ننظر في رصد أداء وسائل الإعلام في مسألة قانون المصالحة، نجد هناك اختلال كبير جدا، بينما المطلوب من وسائل الإعلام من الفضاء الإعلامي أن يكون فضاء يعني يحتضن التعددية الفكرية والتعددية السياسية، وأن يكون يعني سمته التوازن، وليس أن يكون فضاء موجه بالكامل مثل ما كان في السابق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني نبهت لك ونبهنا نحن أيضا أنه هناك توجه سواء كان من التدخل المباشر للسلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية كانت أو حكومة، في وسائل الإعلام العمومي، ليس فقط عبر تسمية أشخاص يعني بعينهم يمكن يعني مقربين سياسيا لهذا الطرف أو ذاك، وعدم يعني العمل على أن تكون هناك ترشحات حرة وفق برامج وفق تطوير وفق أسلاح. هنا توصياتكم في هذا السياق كنقابة وطنية للصحفيين. احنا للأسف بدأنا نفقد الأمل من أنه يعني الطبقة السياسية الحاكمة ليست لديها رغبة في إصلاح الإعلام، ولكن نحن توصياتنا إلى صحفيين بدرجة أساسية ودرجة أولى أنه أولا الالتزام بالمعايير المهنية، الالتزام بالأخلاقيات، الالتزام بجودة الصحافة بما تقتضي ذلك من التثبت في المعلومة، من تنويع المصادر، من عدم الوقوع في الخطأ، لأنه الخطأ سيعطي الفرصة للمتربصين بالإعلام. المناصر الحقيقي لوسائل الإعلام، المناصر الحقيقي صاحب المصلحة الوحيد لحرية الصحافة هو الجمهور. يجب أن نقوي كصحفيين علاقتنا بالجمهور. الجمهور صاحب المصلحة الأول والأخير. يجب أن نعمل أن لا تكون منابرنا موجهة سياسيا لخدمة هذا الطرف أو ذاك. يجب أن نتميز يعني نبراسنا الأساسي هو البحث عن الحقيقة. هذا أولا. ثانيا، المطلوب أيضا منظمات المجتمع المدني أن تكون أيضا داعمة وساندا حقيقيا لحرية الصحافة، لأنه اليوم هناك تخوفات حقيقية من أنه توجه الطبقة السياسية وخاصة الموجودة في الحكم إلى الهيمنة على وسائل الإعلام من أجل ربما تمرير أجندتها، وفي مقدمة هذه الأجندة ربما على غرار قانون المصالحة وغيرها من المسائل. نعم. طيب لنتحدث عن المؤتمر الرابع للنقابة المزمع انعقاده يوم 19 من هذا الشهر. ربما ما الجديد في هذا المؤتمر وما أهم الملفات التي سيتم طرحها؟ يعني تكريما للنقيب الراحل نجيب الحمروني، وهذه مناسبة نطرحها على روحها، تكريما لها سنقدم لأول مرة في تاريخ تونس. يعني احنا عملنا على مجلس الصحافه منذ اسابيع، قدمنا مجلس الصحافه وهو لبنه جديده من اجل عقلانته، من اجل يعني ترشيده، من اجل جوده الاعلام. وسنقدم لاول مره خلال المؤتمر القادم مشروع اتفاقيه مشتركه، قانون شغلي، اتفاقيه مشتركه للصحفيين، الصحفيين في جميع المجالات، السمع البصري والصحافه المكتوبه الالكترونيه، في القطاع الخاص والقطاع العمومي، في جميع المجالات فقط للصحفيين. ستراعي هذه الاتفاقيه ظروف عمل الصحفيين. هناك مسائل لم يعني لا توجد في القوانين
القوانين الشغلية مثل بند الضمير ومثل حقوق الملكية الفكرية وغيرها ستطرح لأول مرة في هذا المؤتمر للنقاش اتفاقية مشتركة، ونحن نأمل بعد المصادقة عليها أنه طبعا سنبحثها مع شركائنا، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية مع نهاية 2017 تكون جاهزة، لأنه هذا السبيل الوحيد وهذا التصدي الوحيد لهشاشة التشغيل، لتفقير القطاع، وأيضا للاستغلال المادي والمهني للصحفيين. نعم، طيب ما الجديد في ملف الصحفيين المفقودين في ليبيا الزميلين سفيان الشرابي ونذير الكتاري، وما تحركاتكم أنتم كنقابة؟ هو في الحقيقة أكبر يعني ألم قد يصيب القطاع الصحفي بأكمله والمدافعون عن حرية الصحافة، كل يوم 3 ماي ويوم 8 سبتمبر تاريخ اختفائهما في 2014 هو قضية نذير سفيان. هناك فشل يعني سلطات، فشل كامل في التعاطي مع هذا الملف. إلى حد الآن لم نسمع غير وعود، لم تحقق قضية التحقيق الذي تحول إلى ليبيا، لم يقدم يعني نتائج التحقيق، والأغلب أن هناك اتجاه نحو يعني طي هذا الملف، لأنه جاء السلطات غير قادرة على أعطاء يعني تفسيرات وعلى أعطاء يعني الحل هنا، يعني وسط صمت ربما السلطات. يعني الحل أنه أن لا نترك الملف للصمت، ونقابة الصحفيين اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة طرحت الموضوع، وكانت هناك وقفة، ويعني ستكون هناك تضامن على مستوى نقابات العالم، ويعني حتى في المستقبل قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي سيكون بالنسبة لنا من هنا فصاعدا أن قضية نذير سفيان ستطرح. وهذه مناسبة أخرى لو سمحتي، أنه إلى الرأي العام التونسي يكونوا يعني حليفين حقيقيين لحرية الصحافة وحرية التعبير. الصحافي يدفع حياته، الصحافي يخاطر بعمله، يخاطر بحريته من أجل إبلاغ المعلومة، من أجل الحقيقة، فلتكونوا أكبر مداعمين ومساندين له. نعم، إذن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، شكرا لك على حضورك معنا هذا المساء وعلى هذه المعطيات، وجولتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها. الملتقى المغاربي للتراث الشفوي بالقيروان يجمع بين التراث التونسي والمغاربي، فكانت لمسة جمال طغت عليها الأصالة. قام عمال مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بمنع وزير التجارة والصناعة زياد العذاري من دخول المصنع خلال الزيارة التي أدها اليوم، وذلك للتنديد بالقانون المتعلق بتصدير فضلات الحديد إلى الخارج، والذي حسب رأيهم أسهم في تفاقم الصعوبات التي تعانيها هذه الشركة منذ عدة سنوات. هكذا كان المشهد اليوم بمدينة منزل بورقيبة، عمال محتجون وغاضبون يمنعون وزير الصناعة والتجارة من الدخول إلى مصنع الفولاذ لصناعة الحديد، احتجاجا منهم على إقرار الوزارة للقانون المتعلق بتصدير فضلات الحديد إلى الخارج، والذي وحسب رأيهم زاد من معاناة الشركة التي توفر قرابة 1200 موطن شغل. شركة الفولاذ مادة الخردة هي المادة الأساسية اللي نستهلكوها، ما راعنا لسلطة الإشراف تحت غطاء تمويل دورة الإنتاج، وزاد خلاص مجمعين الخردة تعدي المشروع هذا، يعني القرار هذا يخدم لوبيات في الدولة. الأجواء المتوترة بين عمال مصنع الفولاذ ووزير الصناعة والتجارة جعلت هذا الأخير يقرر إلغائها، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بتصدير فضلات الحديد ساهم في توفير عائدة مالية هامة لهذه الشركة. ما أقرناه في موضوع الخردة مش يوفر 60 مليار من المليمات للشركة شركة الفولاذ وربما أكثر. الناس اللي أفسدت الاجتماع وأفسدت الزيارة يتحملوا مسؤوليتهم، لأنهم ما يظهر لي قلبهم مش على المؤسسة. وبالتزامن مع الاحتجاجات التي قام بها عمال مصنع الفولاذ، نفذ عمال مصنع ستيب لصناعة الإطارات المطاطية بدورهم وقفة احتجاجية للتنديد بالوضعية الصعبة التي تعانيها الشركة بسبب سياسة سلطة الإشراف الخاطئة حسب رأيهم. احنا اليوم لليوم اليومنا هذا ما عندناش صالير متاعنا، خاطر الشركة تمر بظروف صعيبة، والظروف الصعيبة هي من جراء قرارات وزارة التجارة. ويذكر أن مصنع الفولاذ وشركة ستيب لصناعة الإطارات المطاطية، ورغم أنها من أهم المصانع بمدينة منزل بورقيبة وتوفر عددا هاما من مواطن الشغل، إلا أنها باتت في وضعية صعبة منذ عدة سنوات في ظل عجز الحكومة المتعاقبة على إيجاد حلول جذرية لإنقاذها من الإفلاس.
في إطار تفقد سير العمل بالمؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي وتفاعلاً مع ما يرد على الوزارة من تقارير، أدى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي زيارة فجئية إلى المستودع المحلي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالحبيبية من ولاية منوبة. اخر مره جديد عنده على الاقل 20 سنه هذاك الحديد هذاك تو شنو تحرق هو هذاك السيد الوزير راه تحرق الدب هذايا وزكي تحرق حال هذا ماهوش اسمع حاجه قاعدين ننظفوا فيه تو هذا حاجه ما تشرفش بكل هذه هذا حاجه ما تشرفش هذه برا تاعنا هذه برا تاعنا هذه برا هذه كل على المظهر كل هي هذا حاجه نفذ اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني بجابس وقفة احتجاجية سلمية على مستوى السكك الحديدية بمدخل المنطقة الصناعية بالجهة للمطالبة بالإيقاف الفوري لسكب مادة الفوسفوجيبس في البحر. ومن جهته قال ولي جابس إن الجهة ستشهد يومي 24 و25 من مايو الجاري تنظيم ملتقى دولي بشأن هذا الموضوع لتحديد سبل الكفيلة بالتعامل مع هذه المادة والكف عن إلقائها في البحر. فوسفات هو اللي ضر جابس، هو اللي سبب فيه تدخين الشمينيات هضامة، هو سبب معناتها استنزاف المائدة المائية متاعنا، هو سبب تلوث البحر متاعنا، معناتها العلة في الفوسفات اللي جاي من قفص. سكر المصب ما عندنا حتى مطلب آخر، هذا ميساج موفى جوان 2017 في حال أن ما خذتش قرار الدولة بإيقاف المادة هذه السموم هذه رانا باش نسكروا المصب ولو بجثثنا. كغيرها من المناطق الداخلية تعاني سيدي بوزيد من تردي البنية التحتية وغياب التنمية والتشغيل، ورغم حساسية الوضع الأمني الذي تشهده المنطقة هذه الأيام، إلا أن استمرار الوضع الاجتماعي على حاله ينذر بأزمة اجتماعية في الجهة. بين وقع الصدمة ومرارة العيش في ظروف صعبة، تستمر الحياة في حي ولد شلبي بسيدي بوزيد الذي شهد عملية أمنية تركت هلعاً لدى المتساكنين، فقرر بعضهم الرحيل. فجعه كبيره الحق تاع ربي، ديجا توا بقيت مريضه منه، نخدم ولا لمشيتها صباح نخدم. حال حي ولد شلبي الذي تفتقر انهجه للاناره العموميه والتعبيد كحال احياء عديده في المدينه، ومعاناه متساكنيه كمعاناه بقيه الاهالي في سيدي بوزيد. لا تنميه لا تشغيل ولا بصيص امل يلوح في الافق لشباب ذاقت به السبل. شباب معناها يفز صباح يتكيف يزطل ويرقد، شباب بطال، شباب ضايع، ما عندوش حتى مستقبل، ما عندوش حتى اهداف قدامه، لانه علاش بطال؟ ما عنده وين يخدم. مسالك فلاحيه ما ثماش، معامل ما ثمش، ما شفت حتى شيء من الثوره هذه، ثم حاله احتقان نشوف فيها انا كبيره ياسر. الوضع الأمني الاستثنائي في المدينة أرجأ ما كان مبرمجاً من احتجاجات للمطالبة بالتنمية والتشغيل، لكنه لم يبعد شبحاً في جار أزمة اجتماعية، فالقيادة الجهوية لاتحاد الشغل تتمسك بقوة بإقالة الوالي. مراعاة المصلحة العامة، أجلنا كل الإضراب الجهوي هذا، معناها وارد أنه ندعو الهيئة الإدارية الجديدة وتأخذ قرار الإضراب في متن الاحتجاجات، أما أن نحن نوعدوا حاجة أن الحاجة باش تكون سلمية وباش تكون معناها تستجيب لمطالب جهتنا من تنمية وتشغيل. الكل هنا يقر بأن البنية التحتية للمدينة غير جالبة للاستثمارات الكبرى، فيرون الحلول في معالجة مشاكل الأراضي الدولية والاهتمام أكثر بالفلاحة التي تميز الجهة وتوفر نسبة هامة من حاجية السوق المركزية. قدم حزب حراكي تونس الإرادة اليوم نتائج مؤتمره الأول تحت شعار الثبات والأمل، والذي أفضى إلى انتخاب محمد المنصف المرزوقي رئيساً للحزب وانتخاب ممثلي الجهات في الهيئة السياسية التي ستكمل تركيبتها بانتخاب الأمين العام للحزب بعد اجتماعها المحدد ليوم 14 من مايو الجاري. كما أن الحزب لم يحسم بعد في مسألتي المشاركة في الانتخابات البلدية وتكوين جبهة سياسية مع أحزاب أخرى.
حاولنا في حركة تونس الإرادة أن تكون لائحتنا قوية، لذلك قلنا هي لائحة الاقتصاد المواطني المستدام، وفيها يعني محورين رئيسيين. المحور الأول هو الاقتصاد القوي، لازم اقتصاد تونس يرجع اقتصاد قوي من جديد، وهذه القوة تكون في خدمة الرفاه الاجتماعي وليس في خدمة لوبيات أو السطو على المال العام أو الخاص. بالتعاون مع وزارة التربية وتحت شعار الجباية 10 على 10، أطلقت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية دروسا تحسيسية لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية في مادة الجباية لتبسيط عديد المفاهيم المرتبطة بهذا الشأن وتحسيسهم بضرورة القيام بهذا الواجب في المستقبل. الجباية 10 على 10 هو درس تحسيسي في مادة الجباية تقدمه الإدارة العامة للأداءات للسنة الثالثة على التوالي لفائدة تلاميذ التعليم الابتدائي، سعياً منها لنشر الثقافة الجبائية لدى الناشئة وخلق جيل يحترم مبادئ المواطنة، حملة ستتواصل إلى غاية منتصف مايو الجاري، يطمح القائمون عليها إلى تقديم الفائدة ل 15,000 تلميذ. الصغيرات هذوما باش يكونوا في يوم من الايام باش يكونوا مواطنين، مش على يكونوا مواطنين صالحين، وباش يكونوا مطالبين بالاداء. على هذاك حبينا نزرعوا فيهم هذا الحس الجبائي من توا باش نهار اخر يكونوا حاضرين للقيام بواجباتهم الجبائيه. وتعرفوا زادة انه كل عائله في تونس فيها تلميذ تقريبا، فمن خلال التلامذه ومن خلال هذا الدرس التحسيسي هذا حبينا نوصلوا للعائلات التونسيه. التلاميذ ورغم صغر سنهم فقد أثبتوا قدرتهم على استيعاب مبدأ المواطنة وضرورة الوعي بأهمية أداء واجبهم في المستقبل فيما يخص الأداءات وترسيخ الفكرة في أذهانهم وعائلاتهم. احتلتنا فرنسا لأننا أخذنا مبلغ كبير من المال فاستعمرتنا. لازمنا ندفع الضرائب للدولة باش ما تتلزش الدولة إنها تخلص باش تتقرض من دول الآخرين مبالغ مالية. يذكر أن الإدارة العامة للأداءات توفر المعلومة الجبائية على موقع الإنترنت www.impots.finance.gov.tn أو على صفحة الفيسبوك La Direction Générale des Impôts أو عبر الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي على الرقم 81-100-400. عاشت القيروان على وقع النسخة الخامسة من فعاليات الملتقى المغربي للتراث الشفوي والذي ينظمه المركب الثقافي أسد بن الفرات وجمعية جسر الفنون بالقيروان وسط حضور متميز. عاصمة الأغالبة، احتضنت على مدى 5 أيام فعاليات الملتقى المغربي للتراث الشفوي في دورته الخامسة، والذي مثل فرصة لتلاقي الثقافات المغاربية والعربية من خلال حضور مشاركين من عدة دول. اليوم الثقافات المغاربية أو التراث المغاربي يوصل رسائل أنه بالثقافة نجموا نبنيوا بلادنا، خاصة في الوضع اللي تعيشه البلاد توا أو المجتمعات اللي تشهد مخاض ثوري. المهرجان هو مهرجان يعني فاعل، وأننا نحن المغاربة يعني كندوي على المغرب العربي، أننا شعب واحد يعني من خلال ثقافتنا ومن خلال عاداتنا. خطوة تجربة فريدة من نوعها، لأنني التقيت بشعراء من معظم من أو من كل البلدان المغاربية. الملتقى تضمن عروضاً وأنشطة متنوعة على غرار الأوبرا المستمدة من حقب تاريخية متعددة للقيروان ومداخلات شعرية، إلى جانب تكريم موسيقيين ساهموا في إثراء البحث في التراث الشفوي، فكان ملتقاً قوبل باستحسان الحضور. بصراحة أنا النجم أقول عليه هو أكثر من ممتاز، نتمنى أن العروض ديما تكون عنا هكا. نصلي على النبي تبارك الله، ما شاء الله، إن شاء الله ديما دون تونس هكا، إن شاء الله ديما القروان حافلة وزاهية. أول مرة في القروان محسوب تصير كيف هكا، مش نورمال عرض غير عاد. بالسواري إن شاء الله ديما تتعاود، وإن شاء الله ديما فما عروض كيما هكا وديما حافلة القروان. عرف تحفون برشا ويعطيهم الصحة وبارك الله وفيهم الصغار تفرهدوا بالقدي. الملتقى المغاربي للتراث الشفوي لم يخلو مما يعرف بالخرجة المغاربية في موكب جمع بين الحداثة والأصالة في مزج يعكس جمال التراث التونسي الذي عانق التراث المغاربي، فكان التميز والإبداع. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الأمين العام الأسبق لاتحاد الشغل لحبيب عاشور كان من أهم المدافعين عن المنظمة الشغيلة طوال فترة إشرافه على الاتحاد. وأضاف الطبوبي أن لعاشور مسيرة حافلة، من بينها أنه كان بطل ملحمة 5 أوز 48، وجاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق اسم المناضل لحبيب عاشور على أحد شوارع مدينة منوبة.
الزعيم النقابي الراحل الحبيب عاشور اللي مسيره حافله من 1913 من تاريخ ولادته الى 1928 اين وقتها تخرج من شعبة الكهرباء الى الثلاثينات اين اشتغل في بلديه مناس فاقس كرئيس معناها فهمني حظيره الى انخراطه معناها في السي جي تي وقتها وكذلك الى وصول حتى 1945 وقت اللي اكتمل تاسيس نقابات الجنوب بمعيه الزعيم خالد الذكر فرحات حشاد. دوليا الان يوم واحد يفصل الجزائريين على الانتخابات التشريعيه ويتنافس في هذه الانتخابات اكثر من 12 ألف مترشح من 57 حزبا للفوز ب 462 مقعدا في البرلمان. يوم قبل الانتخابات التشريعية الجزائرية يعيش الجزائريون على وقع الصمت الانتخابي بينما أدلى أكثر من مليون مواطن بأصواتهم في الخارج لانتخاب 462 عضواً في المجلس الوطني الشعبي ويشارك في الانتخابات الجزائرية أكثر من 57 حزباً ويبلغ عدد الناخبين في الجزائر أكثر من 23 مليون ناخباً ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 12 ألف مرشحاً في 940 قائمة انتخابية بينما يقاطعها حزبان وهما جيل جديد وطلائع الحريات. الجزائر هذه بلدي نحبها ماشي ما نحبهاش بلدي هذه نحبها بلا مزيتي كاع بصح ما استفدنا والو الاخت اللي يجي يقول لك فوطي عليا وندير لك وكذايا ومنها ومن بعد ما كاين والو. علاش نفوطي؟ سي لوكازيون وجامي باش نقولوا للسيستم هذا سي لو طون باش تروح. كل سنه ونخرجوا برا نحرقوا ما نحرقوش. انا نسي لالجيري وحده. سي بيان سي لوكازيون او جامي جو فوت با وعمري ما امنت بالفوت. حنايا من 54 وحنايا نفوتيو وفرنسا خرجناها بالفوت والورقه هي تمد دليل. ويشارك في هذه الانتخابات الحزبان الفائزان في انتخابات 2012 وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتأمل الأحزاب والتحالفات الحزبية المشكلة قبيل الانتخابات في أن تحدث خرقا في المشهد السياسي وتنهي هيمنة الأحزاب التقليدية كما تخشى السلطات وكذلك الأحزاب الرئيسية من هاجس مقاطعة الانتخابات أو العزوف عنها بشكل واسع مما قد يفقدها جزءا من مصداقيتها ولذلك قامت الحكومة بحملة واسعة للدعوة إلى التصويت. هذه هي الانتخابات التشريعية 12 في الجزائر منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي وهي الأولى منذ تنقيح الدستور في مارس من العام الماضي. والآن إلى أخبار الرياضة مع بشير القروي. أهلا بك بشير. مساء الخير غفران. مساء الخير يا مشاهدين ومرحبا بكم إلى هذا الموجز الرياضي. دارت عشية اليوم مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حيث عاد النجم الساحلي بالنقاط الثلاث من العاصمة عقب فوزه في الكلاسيكو على حساب النادي الإفريقي بهدفين لهدف كما حقق الترجي الرياضي التونسي فوزا مهما خارج القواعد بهدفين لصفر على حساب مضيفه اتحاد بن قردان أما في ملعب الطيب المهيدي بصفاقس فقد حقق أصحاب الأرض انتصارا عريضا على الضيف نجم المتلاوي بثلاثية نظيفة. وعلى ضوء هذه النتائج سينحصر لقب البطولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي وفيما يلي الترتيب. تم تعيين الحكم يوسف السراري لقيادة لقاء اتحاد الجزائر وأهلي طرابلس الليبي الذي سيدور يوم 12 من شهر مايو الجلي بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم وسيساعد السراري طاقم تحكيم متكون من المساعد الأول أنور رهميلة والمساعد الثاني محسن بن سالم كما سيدير الحكم صدق السلمي مباراة الهلال السوداني وزيسكو يونايتد الزامبي المبرمجة اليوم 24 من مايو الحالي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمساعدة كل من مروان سعد ويمن الملوشي.
دارت مساء اليوم مباريات الجولة الثانية من مرحلة البلاي أوف في كرة اليد في قبة المنزه. تمكن النادي الإفريقي من الفوز على جاره الترجي الرياضي التونسي على نتيجة 28-23، وفي قاعة الحمامات انقادت جمعية الحمامات إلى الهزيمة ضد النجم الرياضي الساحلي على نتيجة 33-24. انطلقت على الساعة 8:15 مباراة ذهاب الدور النصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أين يحتضن ملعب لوي دو مباراة موناكو الفرنسي وجوفنتوس الإيطالي. وتشير النتيجة في الشوط الأول إلى تقدم اليوفي على نتيجة 0-1، هدف حمل توقيع المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغوين. في الدوري الأوروبي فاز أجاكس أمستردام الهولندي منذ قليل على أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب نصف نهائي المسابقة على نتيجة 4-0 في انتظار الدور النصف النهائي الثاني الذي سيجمع غدا سيلتا فيغو الإسباني بمانشستر يونايتد الإنجليزي. نهاية هذا الموعد الرياضي مشاهدينا، عودة الآن مع غفران. شكرا بشير، وهكذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا المساء، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تونس تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة وسط مخاوف مهنيي القطاع، ونقابة الصحفيين تحذر من تواتر التجاوزات ومحاولات إعادة السيطرة على الإعلام. عمال مصنع الفولاذ بمدينة منزل بورقيبة يمنعون وزير التجارة والصناعة من دخول المصنع احتجاجا على إقرار القانون المتعلق بتصدير فضلات الحديد إلى الخارج. الجزائر تعيش الصمت الانتخابي لاختيار أعضاء البرلمان، والحكومة تطلق حملة للتشجيع على التصويت خوفاً من العزوف عن الانتخابات. شكراً على المتابعة، في أمان الله.